أنا عارفة مين اللي قتل أبوك. أنت بتقولي إيه؟ أنا بكلمك عربي. لا وقت ولا مكان، خلينا نقعد في حتة لوحدنا. يا حاج قول لي بس ايه اللي مضايقك وانا احلهولك وانت قاعد حاطط رجل على رجل. صدق باللي خلقك. لا اله الا الله، انا مفيش حاجه في الدنيا مش معكنناني اليومين دول. انا بقيت عامل زي غطا البلاعه، من فوق متداس ومن تحت مجاري، مش عارف الاقيها منين ولا منين. الاقيها من شمس ولا من عبد الله ولا من الشيمي ولا من الحاوي ولا من امك ولا من سالي ولا من جودي اللي بقالي كام يوم مش عارف اشوفها، ولا من حضرتك اللي فاكرك سند وطلعت خيبتها. في ايه يا حاج؟ ده انا ماشي معاك في اللي انت بتقوله، ولا عمري كسرت لك كلمه. يا اخي ملعون ابو الفلوس على الذهب على الاصحاب على الاخوات على العيال. طب ايه اقولك بقى؟ عنتر الحلقه هيرجع لقديمه تاني، وخليها تولع اكتر ما هي ولعه. هات اللي في عبك يا شمس. الخنجر ده ورثه ابوك ماهر عن جدك رضوان، وجدك ورثه عن ابوه، سلسال في عائلتكم من يوم ما جدك الكبير اشتغل في الذهب وعمل الخنجر ده هدية لمحمد علي باشا. بس الباشا مات قبل ما جدك يقدمه له، فبقى ورث في عيلتكم، واللي يملكه يبقى هو كبير الساغة. أنا كبير الساغة من غير خنجر يا شمس، بس على العموم أي حاجة من ريحة أبويا تفرحني برضه. الخنجر ده ليه مش مع عمي؟ عشان عمك ما يستحقوش، لأنه هو لوحده اللي قتل أبوك. ولو مش فاكر أنت ممكن تسأل هدية، أنا عارفة أنها بتكرهني أنا وعنتر، بس مش معنى الكلام ده إن إحنا نلبس مصيبة إحنا ما عملناهاش. ماهر الله يرحمه كان عازمنا على عشاء عشان أكبر مزاد رسي عليه، بس فجأة بقى أبوك والشيمي مسكوا في بعض. حاولت أنا وعنتر أخويا إن إحنا نفك ما بينهم، بس جابوا البيت عليه وطي، والشيمي قال له انا هولع فيك، وفي ثانيه النار مسكت في كل حاجه. انت لو فاكر كلام ابوك زي ما بتقول هتلاقيه انه كان بيستنجد بينا، عشان احنا كلنا زي بعض وكلنا كنا هنتحرق بالنار اللي ولعها الشيمي. ليه كده يا شيمي؟ انا اخوك يا شيمي، خد الذهب، خد اللي انت عاوزه، خد فلوسي كلها. يحاول يحاول صاحبك الحقني. خد هديه يا شيمي الشيمي كان جاحد والنار ما هزتش فيه شعره، لحد ما انا جبت جركن ميه ناولهولي الحاوي وحاولنا ان احنا نطفي النار باي طريقه. عنتر اخويا اترعب من المنظر، حاول ينقذ ماهر بس ما عرفش، خاف على صناديق الدهب فجرجرها على بره مع الشيمي، والحاوي هو اللي حاول يطفي النار بس برضه ما عرفش. وانا قعدت ادور عليك واقول يا هديه يا هديه، وقعدت اصرخ وما كنتش سامعه لكم اي حس خالص. خرجنا كلنا واحنا مخنوقين، وانا اترميت على الارض قدام البيت مغمى علي. كنت حامل ساعتها وما فقتش غير وانا في المستشفى، ومن يومها لساني ما خاطبش لسان الشيمي. وعمك اشترى سكوت عنتر بشويه من السرقه اللي سرقها ليلتها، وللأسف الحاوي مخه فوت وبقى يشوف أبوك في كل حتة، وهو بيصلي جنبه وهو بيطلع له في ممرات الساغة. راحت منه خالص. إحنا غلطنا إن إحنا ما بلغناش على الشيمي ليلتها، بس عمك جنبه أسرق وكل مالنا كان معاه، وللأسف كان ماسك على كل واحد فينا في شغلانته مصيبة توديه في 60 داهية. بس مش معنى كده إنك تاخد العاطل في الباطل بذنب عمك. يا عبد الله، أنا عارفة إن أنت كنت واعي ساعتها، وفكر في الكلام اللي أنا قلته. شايف إن في أي حاجة كدب؟ مفيش حرف من اللي قلتيه مش راكب على اللي شفته. بس يا شمس اللي حصل بقول لك إيه؟ أنا لا جاية أقول لك سامح، ولا جاية أقول لك رجع اللي خدته، ولا جاي حتى اقول لك اللي عملته ده ما يحقلكش. انا بس عايزك تدورها في دماغك عشان لما تيجي تاخد حق ابوك
تعرف تاخد حقه من اللي قتله. وانت بقى متفقه مع الحاوي وعنتر انكم تسلموني عمي؟ انا مش متفقه مع حد، وكل واحد يشيل شيلته. ومن النهارده انا سكتي غير سكتهم خالص. يا عبد الله انا مش ناوي اعاديك، كفايه قوي للدنيا عملته فيا وفيك، والخنجر ده واللي قلته لك اعتبره عربون محبه لحد ما الحق يبان وغشاوه القديم تروح من على عينيك. وبعدين جرب لما شمس تبقى معاك هتفرق ازاي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.